إذا سمحتم أطلب من مشاهد الأستاذ سمعان الضياب أن يتقاسم معنا بعد بهارات ديوانه وأن يذيقنا طعم الحرف الرقي الذي كتبه وأن يطلعنا على ما تقاسمه من كلمات وما تبارت هذه الكلمات في وصف كل معاني الحب. يتفضل الشاعر الأستاذ محمد غياب بإلقاء إحدى قصائد ديوانه. بسم الله الرحمن الرحيم. عادة أن الشاعر في حفل توقيع ديوانه يقع القصيدة التي تحيل إلى عنوان الديوان. وقصيدة الحب أنواع هي من القصائد التي كتبتها ولم أكن أرغب في تسمية هذا الديوان بهذا الاسم. كان اسمه الأول هو سلطان الحب، ولكن هي قصيدة أيضا موجودة في الديوان وبشكل ربما يختلف عن الأفكار وعن المواضيع الشعرية التي يتناولها الحداثيون. القصيدة التي كتبتها عندما زرت أمي مرضعتي في مدينة مكناس واستشرتها هل أسمي الديوان بسلطان الحب أم بالحب أنواع. هي سيدة لا تقرأ ولا تكتب ولكنها تقرأ الطابع. هي أمي مرضعتي وأنا على ذكر رضاعتي رضعت من 5 نساء. كيف رضعت من أم رقية؟ رضعت بالسلطة. أنها غارت من مرضعتي ثانية وأرضعتني صدفة. فكانت أم رقية ولا زالت حية جميلة فاتنة، امرأة من مدينة مكناس. ارتبطت بها وجدانيا وغابت عني لمدة 20 سنة لم أراها، ولكنني بحثت عنها ووجدتها مؤخرا، وحين وجدتها كتبت عنها قصيدة ولكنها رفضت أن أسمي الديوان باسم قصيدتها، فلبيت رغبتها وسميته بالحب أنواع. الحب أنواع. رحلت صيفا أو عدت شتاء رفيقة عمرك أنا، غضبت خريفا أم فرحت ربيعا فأنا صديقة الدرب. لا تقل الحب أنواع، الحب واحد، الحب حياة وإبداع، وفاء على مر الزمن، وأنا مذهبي حبك. والحب عندي لا يشترى ولا يباع، حبك شكل ولون فارس اقتحم ميدان العشق. إن هزمت ورفعت راية السلم، حبك اسم ومكان وعنوان، لوحة في مرسم الوجدان. نصيبي لا يقبل التفاوت ولا القسمة على اثنين، حب إنسان الإنسان. دفنت هم الدنيا
بهواك وما أعطيت، فاقنع بالقدر وما نلت، سم نفسك واثمها، ولا يغرنك من طيب العشق إلا ما ينفعني وينفعك. مصيري بين يديك، تجنب ما يضرني ويضرك. عينك ما رأت عيبا، وأذنك ما سمعت مني إلا ما أعجبك. لا تقل لي الحب أنواع، بل قل الحب حياة وإبداع. حياتي أنت، والحب ليس مستحيلا. الحب عندي لا يشترى ولا يباع. حبك مريد متصوف، نشيده يسكن قلبي وجواري. حفظته كما حفظت عهدك، وصيانة العهد من شيم الأتباع. ستظل حبيبي مهما وقع. لا تقل الحب أنواع، بل قل الحب حياة وإبداع. حبك جنون وإبداع، وحبي لك وحده لا يشتراه.